ديزاين مع جومانا اليوم اكيد باجواء عيد الحب. اكيد اكيد اليوم انا عم بستغل وجودي معكم اليوم مش بكره لحتى تكون السيجمنت تبعي. نحن صرنا مبلشين فتره اي نو من اول جمعه مخصصه لعيد الحب، واليوم بالتحديد كاتيا بدي احكي انا وياك اكثر عن الايكونيك فرنتشر اند ديزاين بيسز المستوحيت من الحب in general. حب يعني قلب الكيوبيد، الجوانح، الوينجز تبع الانجل، كل هيدول دخلوا من خلال تصاميم الديزاينرز الكبار على عالم من المفروشات، وهلا بنحكي عنهم انا وياك. وهو اللي للمناسبه يعني بهالفتره ولا فينا اوقات بلكي؟ لا هن منهم للمناسبه، هيدول هلا رح نشوفهم سوا ايكونيك بيسز اوف فرنتشر فينا نحطهم ببيتنا كل السنه، بس هن mainly inspired من هالأشكال يلي متعارف عليها من خلال عيد الحب أو الفالنتاينز داي. هلا أول صورة معنا رح بتفرجينا كيوبيد. كيوبيد هو الملاك الحب يلي بيطلق سهامه وبيوقع الناس بالغرام والعشق بقى. هلا هون هذا تبول أول نظرة أول نظرة وخلص بتروحي، بس ببين معنا هون بس مهم لوين تروحي. يلا هون بتبلشي من مطرح بعدين لوين بتوصلي أنت وشطارتك. في عنا القلب، في عنا الوينجز مثل ما قلت لك الجوانح تبع الملك كمان فاتوا من خلال بضع قطع الديزاين. وهلا بنقطع الصوره الثانيه، هيدي الصوره يا مبين معنا كعب الكرسي، اتس ان ايكونيك تشير، هيدي كثير معروفه من فيرنون بانتن، هو مصمم دنماركي بينت القاعده تبعه، مستوحيت من شكل القلب، موجوده بديزاين ميوزيومز اراوند وورلد، وهي من سنه 1959. في منا عده الوان بيقطع معنا بالصوره الثانيه. هيدي بنشوفها بكثير بيوت، بنستعملها كم شاز دابوان او حوالين طاوله السفره ككراسي اوضه سفره. بتصورها مريحه، هي كثير مريحه وكثير معروفه. الكرسي هي جايه كمان من البانتن تشير يلي هي كمان من نفس الديزاينر، خلقت سنه 1960، وهون بمناسبه مرور ال 50 سنه على اطلاق هيدا الديزاين بالتحديد عملوا كومبيتيشن فيترا يو كي، وعملوا عطوا لكل ديزاينر انه يخلق التصميم الخاص فيها. سو هون شفنا هالبانتن شير نزيد عليها هالوينجز، وانا بلاقيها فريمون قطعه رائعه. دونك هون مشان يحتفلوا بالعيد الخمسين لهالكرسي. هون ببين معنا كرسي هون فريمون بتحيطنا بالدفء وبالحب. هيدي اذا كنتوا كثير بتحبوا بعض بيساعوا اثنين والا واحد مرتاح. اسمها جولي كور من كلاوديو كولوتشي، كمان في منها عده الوان وكثير حلوه. هدول كلهم قطع كثير معروفين كاتيا، حبيت فرجيكم اياها. بتعرفيها لهالصوفة؟ هيدي سلفادور دالي عملها سنة 1936، استوحيها من الشيفان. بس أنا ما بحبهم هالشوفة، بحسهم ما بعرف. هيدي إذا عندك بيت كثير غير شكل إيه. لا بس هن حردانين يعني. حردانين، هلا بتزعل منك مع إنه توفت الموفي ستار ماي ويست لأنه استوحى هالتصميم من شو بعملها زي حرداني؟ شو بنعملها تصطفل؟ هيدي كثير كثير أخذت رهجة هالصوفة، وأصلاً كثير كثير معروفة، وكمان في منا على نعمل بليزيوغ ريديسيون منا، وانوجدت بفيلم المعروف بطلنا نعرف شو اسمه هلا، ساعديني يا كاتيا. أوستن باورز. أوستن باورز فوالا، دونك طالعة معنا هون بالصورة، وكثير كثير معروفة هالكنبية، اتس ان ايكونيك بيس، كمان حلو انه نتعرف عليها أكثر. في عندي كمان الكرسي يلي عم تطلع قدامنا كمان مستوحيت من القلب. هون في عنا الديزاينر، هيدي ماشي بتقعدي هيك بالنص يعني منا كتير براتيك، بس اتس اللونجي كاوتش، بيجي منا قطعه او قطعتين او اطول على شكل بنش، او يمكن يعني كانه اثنين بنش موصولين ببعض ببعضهم، معمولين على وان بيس او وان بيس. كمان هي من تصميم الديزاينر الاسبانيش جويل اسكالونا، يعني بتعرفي بعالم الديزاين التصاميم بتروح صوب الخيال، وال
خيال بضله واسع وما بيوقف. هون ظهرنا شوي من عالم المفروشات لاخذكم عند بكرة يلي صمم هالقلب يلي هو ممكن يستعمل كديكوراتيف ايتم بينوضع بفيترين او على طاوله او ميم كبريس بابيي. في منه من الاحمر وفي منه من الترانسبيرنت كلير كريستال. بكرة كمان عملت الكولكشن هارتس بالجولري مثل اغلبيه دور المجوهرات بالعالم، يعني ما دل حدا غير ما استعمل إيه القلب مستعمل وين ما كان، وما حتى الرافيول اللي صار على شكل قلب. يعني في عنا كثير اشياء، كاتينج بورد مرات بالبيت على شكل قلب، الشوكولا، في كثير ديزاينز بتعطى بس هذا الديزاين ما بيعطى يعني. هدول عن جد كلاسيكس يعني. حتى انا عم بعمل الريسيرش تبعي لفتني شغله ما دخلها كثير بعالم المفروشات والانتيرز، اللي هي الساعه يلي مصممه خصيصا لعيد الحب. هلا بتقطع معنا، هي من بامفورد واتش ديبارتمنت، انعملت بالتعاون مع رولكس، وهي عم نشوفها هلا تحت كولكشن اي لاف يو. في الاي لاف يو ديزاين، بتعرفي عالم الديزاين ما بيقتصر بس على المفروشات، سو حبيت فرجيكم كمان الاشياء يلي يعني بوندون قلب بينفع اكثر كل السنه يعني. هي رح نلبسها بس عيد الحب. ليكيت كاتيا، كاتيا ما تتنوهي الجماهير بليز، هدول هدايا كثير حلوين اذا حدا بحب يعملها. طالع على بالها وحده. أو في منا الأسود، في الأبيض، في الأحمر. طيب أنا طلع بالغرجيج وما نعرف. قولي لي قبل الهوا لحضر لك أنا نكون متفقين أكثر. هون رجعنا شوي للفرنتشر ورجعنا عم نروح صوب تيم الوينجز. الوينجز دخلت هون على كرسي، عن جد شوفي شو حلوة هالكرسي كاتيا، يعني عم نشوفها under three angles. هيدي الكرسي اسمها Angel Chair من كبردين ديزاين، جديدة لأنه تم تصنيعها بال 2006 بس، وفعلا رائعة. الكاركاس بشي فيلم، بشي فيلم ماشي بتهدي وبتطيري. هاي من أجواء العاصفة اللي طيرتنا كلنا من يومين. عن جد كتير حلوة. الكاركاس من الحديد، الماتيريول هي من الجلد، القماش تبعيتها، والوينكس بلاستيك ديمونتابل، بينشيلوا وبينحطوا بيتغسلوا، يعني it's very practical وبتنحط بأي انتيريور. ككرسي واحدة بتعمل كل الفرق. هيدي فريمون فيري نايس بيس. هون عندنا اللوتشيلينو، شفتي شو حلوه؟ هيدي من الجيرمن ديزاينر انجو ماورر، هيدي بتاخذ العقل، بتنحط كابليك على الحيط. اتس فيري سمبل ديزاين، بس هون عم نشوف الوينجز مصنوعين من الريش الحقيقي، الجوز فيذر. يعني جوانح لللمبه وخلصت. لللمبه وخلصت. وهلا بتشوفي من نفس السيري في عملوا اللامبادير الكبير يلي هو هيدا، هيدا البردي بياخذ العقل. اتس ان ايكونيك بيس بالفعل، يعني كثير حلوه. هيدي انعملت بال 1992 كمان من ماورر، وانا شخصيا بحب استعملها بالورش اللي بعملها. اتس بيوتيفول بيس، وبس تشوفيها هيك بتحسي انه الضوء تبعها كثير حلو، بتنور بشكل كثير كبير، بس بنفس الوقت خفيفه، ما فيها هالثقل والوزن. طبعا رح تضوي منيح لانه اللمبه خلص يعني. هيدي هي بيور لايت. ما في شيء مغطيها، ما في شيء بغطي عليها. هدول حبيت انا هيك شارك المشاهدين فيهم لانه بالفعل كثير حلوين. ولازم نعرف هلا بركي بغير سيجمنتس بنحكي اكثر عن الايكونيك فرنتشر، الكراسي اللي كثير معروفين يلي موجودين بالمتاحف، لحتى يكون عندنا فكره اكبر واوسع عن شو هن يلي رح بيكونوا كلاسيكس لاجيال كامله لقدام. شغله كثير حلوه. ثانك يو جوانا، بتمنى لك فالنتاين حلو. ثانك يو لك كمان. انتبهتي على القلب كاتيا؟ اكيد مين ما انتبه. لا اوكي، مش على الفاضي ابدا. احمر كمان ما مبين. خلص معايده اليوم، احسبوا لها اياها، بكره مانا هون، بكره معايده برا. حبيبتي انا بتمنى لك عيد حب حلو للكل، وان شاء الله يكونوا ايامنا كلهم حب بحب. ثانك يو جمانة، شكرا لك لوجودك معنا اليوم. هلا رح ناخذ وقفه نحن مشاهدينا ونرجع نتابع نحن وياكم الايف، خليكم معنا.